بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأخيرة عن تربية الأولاد. الحلقات هدول كانوا بذرة مجهود شخصي للدكتور طبيب المستشار النفسي محمد بهجات. أتحفنا أيضا بوجوده وعم نتناقش معه فيهم ويشرح لنا هذه الأمور التي تتعلق بتربية الأولاد، واللي إن شاء الله جميعنا عم نستفيد منهم. مرقنا برحلة، كان التمني عليكم والدعاء لله عز وجل أن يلهمكم الثبات، أنه الواحد يمشي حلقة 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 إن شاء الله تمشوا معنا كمان بالتطور الطبيعي للنظام الجديد اللي أنتم إن شاء الله عم تحطوه بالبيت، واللي إن شاء الله سوف تجنون ثماره. نحن طبعا حكينا كثيرا عن الحب والاحتواء والاحترام والتعامل بشكل ناضج حتى مع الأطفال، ولم نتحدث أبدا عن عقاب، حتى تحدثنا عن حدود وتهذيب وتقويم، ولكن لم نتحدث عن عقاب. إن شاء الله نحن هلأ بالحلقة سوف نتحدث عن عواقب الأمور، لأنه الدكتور حسن إن شاء الله سوف يشرح لنا، مش المقصود أبدا أنك أنت تعاقب الطفل بشكل يعني عندك جنح مظلمة بنفسك وبدك تمارس تسلط على الطفل لحتى تفضي فيه شحنة العدوانية اللي حطها فيك البوس تبعك أو الناس اللي عم بيسوقوا بالسيارة بشكل وحشي بالطريق أو شيء. لا، عواقب الأمور لحتى إن شاء الله يكون في إصلاح للأمر إن شاء الله. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، وإن شاء الله تكون حلقة أخيرة سعيدة للجزء الأول بإذن الله. إن شاء الله. زي ما حضرتك قلت، النهاردة وصلنا إلى قمة الهرم في أساليب التربية، ومحتاجين نفكر بعض إن إحنا لما هنتكلم النهاردة في عواقب الأمور، البعض بيسميه العقاب بس أنا ما بحبش أسميه العقاب. بنتكلم إن دي وسيلة من وسائل التربية بتحصل أحيانا، لو قلنا معدل حدوثها المفروض أقل بكتير من 10% من نوعية العلاقة. فإذا كنت بتعامل مع طفل مثلا في يوم كامل، فقد يكون أحيانا في حاجة يعاقب عليها أو حاجة عملها ليها عاقبة أمر لا تسره فتحصل. لكن الهدف إن إحنا إذا أحسننا تعامل بما تعلمناه، إن ده يقل بالتدريج إلى أن يختفي، لأن هو ده الأصل في الموضوع. والحاجة التانية إن إحنا زي ما قلنا إن هي دي وسيلة تربية وليست عقاب، بمعنى إن أنا هدفي من استخدامها إن الطفل أساعده إن هو يتخلص من سلوك معين، وما دام استطاع ان هو يتخلص من هذا السلوك وان هو يحسن، يبقى انا مش محتاج استخدم الوسيله دي، وده الهدف برضه ان هي ما تكونش حاجه موجوده طول الوقت. دكتور الله يبارك فيك، شكرا. بس انت شو قصدك بعواقب الامور؟ فانا حسب ما بفهم انه حياخذ شيء او حياخذ شيء معين، فما هي عواقب الامور؟ ماذا تتضمن تلك عواقب الامور؟ اذا بتعطينا التعريف وتعطينا مثال عنه لو سمحت. تمام. هو احنا زي ما قلنا، احنا الهدف من استخدام الوسيله دي ان الطفل ده بيتعلم حاجه جديده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الطفل ده لما يكبر ويعيش في المجتمع ويعرف ان في قوانين معينه، على سبيل المثال مثلا ان هو اللي يسوق بسرعه او يقطع اشاره ممكن تتسحب منه رخصه، فايه اللي حصل له ان هو اتسحب منه رخصته ليه؟ لان هو عمل سلوك معين، يبقى عاقبه ان هو يزود السرعه ويقطع الاشاره سحب الرخصه. فهو لما بيكبر بيكون مستعد من وهو صغير ان هو اتعلم ان في حاجه اسمها عاقبه الامور، فهو بيستقبل ده ان ده شيء طبيعي، ان هو اذا سلوكه راح في اتجاه معين ينتج عنه عاقبة معينة. على سبيل المثال يعني لو الطفل مثلا في بلد معروفة ان هي ممطرة زي انجلترا هنا مثلا، وجي اصر ان هو يخرج من غير جاكيت مطرة والدنيا مطرت، ايه اللي هيحصل له؟ هيتبل وهيبرد. فهو عارف ان هو نظرا ان هو طلع من غير الجاكيت بتاعه المطر نزلت فهو غرق، فهو اتعلم ان هو يربط الحاجتين دول ببعض. في حاجات كتيرة كده عواقب طبيعية لامور الطفل بيعملها، ببدأ أعلمه إن في سلوكيات معينة لما بتعملها هيبقى لها عاقبة. على سبيل المثال مثلا إحنا دلوقتي ميعاد الغداء بتاعنا الساعة 5، والطفل جه وقلنا له يلا عشان نتغدى ولا مش عايز أتغدى وخلاص وما تغداش، فهو عارف إن عاقبة أمره إن هو ما تغداش معانا إن الغداء ده هو الأكل بتاعه اللي مش هياكل غيره لغاية بالليل. فلو هو جاع محتاج يجي يقعد على الترابيزة وياكل الأكل البارد من غير ما يتسخن وهياكل لوحده، فدي عاقبة عدم اشتراكه معانا في وجبة الغداء. الهدف منها ان انا بستخدمها عشان كوسيلة بعلم بيها الطفل انك لو عملت سلوك معين هيحصل نتيجة معينة، من غير عصبية ونرفزة ومن غير ما اشوف ان دي وسيلة، ده انا هوريه، ده انا هخليه يتعلم. لا، احنا مش محتاجين كل ده، انا محتاج ان هو يبطل يعمل السلوك ده، فبقول له انك لما بتعمل كذا كذا هيحصل، فكذا ده بيحصل، فهو بيتعلم منه ان هو بالنسبة له لا أنا مش عايز ده يتكرر تاني، فبطل عمل السلوك. هي بالآخر نتيجة، يعني حصل حدث أمر فأمر فأمر فكانت نتيجة له، ففي عنا نتيجة، ولكن نتيجة حسب ما بفهم منك لا تقلل من حبه بالضبط.
في قلب الأب والأم، ما بتقلل من احترامه، ما بتقلل، ما بتاخذ من آدميته. وبالعكس احنا مثل ما انت ذكرت عم تقول، يعني حتى الاب اذا كان اكل قدام، شيل الصحن واكل قدام التلفزيون، والام اجت قالت له لا احنا عندنا الرول هيدا، فيقول اوبس سوري بنرجع بنروح ناكل على الطاوله. ففي اسلوب بالحياه انه بني ادم يخطئ، ولكن نقومه ويعود الى المسار الصحيح، ولا يمنع انه في عواقب للامور هدول، ولكن هو بعد له احترامه وله حبه. طيب هل برايك لما نحن حافظ شو الفايده؟ يعني انا لما بياخذ النتيجه مثلا، هو عمل مخالفه سير وراحت منه رخصه القياده، وكاهل ما قلنا له انت كان لازم تكون منتبه اكثر، لازم تكون واعي اكثر، ما حكينا بهالشكل هيدا، حكينا بالاسلوب اللي انت عم تنصح فيه. شو الفايده من هيك؟ تمام، اعتقد هي دي نقطه اساسيه في الموضوع، ان انا العواقب انما هي لها علاقه بموقف معين وسلوك معين هو عمله، فهو بينال جزاءه عليه، جزاء احنا متفقين عليه من الاول ان هو لو حصل كذا هيحصل كذا. نعم. بدون ما ده يؤثر على ان هو ما يزال عارف ان انا بحبه وان انا متقبله وان انا بحترمه وان انا بلعب معاه وبتكلم معاه، لكن في الموقف ده كان في اتفاق سابق ان هو ده لو حصل هيحصل كذا. وده مهم في تربيه الطفل. ده احنا في حلقه القواعد والقوانين كنا اتكلمنا ان القاعده ان ما ينفعش تاكل هنا مثلا، لكن المره دي العواقب انك لو كلت هنا هيحصل كذا، فده اسلوب اخر لان انا اوجه الطفل في الاتجاه اللي هو الصحيح، وان هو يبقى شايف ان الطريق التاني ده يعني عواقبه وخيمه فمش هدخل. تذكرتني يعني انه نحن بالاسلام العين بالعين والسن بالسن، انه العقاب على قدر العمل او العقاب على قدر الذنب، فمش انه اذا واحد اذنب الذنب ننهمل عليه بكل بقى العقوبات اللي موجوده. جزاك الله خير دكتور. فيك تقلنا لو سمحت شو الاشياء اللي نحن لازم نعملها لما ناتي بعواقب الامور لحتى تؤتي ثمارها؟ يعني كيف نطبقه؟ هي في حاجات مهمه جدا لما اجي يعني ان انا هنفذ العقاب على طفل او ان انا قررت عقاب معين لطفل، لازم حاجات نراعيها عشان يتحول الموضوع العاقبه ده الى ان هو وسيله تربيه تجيب ثمارها، مش ان هي وسيله هدم تهدم ثقه الطفل بنفسه وتخليه بعد كده يفقد العلاقه بيني وبينه. الامور دي اول حاجه فيها مراعاه السن بتاع الطفل. مش معقوله تيجي مثلا واحد عنده 6 سنين تقول له ان انت لو ما اكلتش كل الاكل بتاعك وحاطط له كميه رهيبه من الاكل هتتعاقب، يبقى انا كده مش براعي عامل السن وامكانياته، وما ينفعش اعاقب طفل على حاجه معينه. يعني مثلا لو طفل عنده 6 سنين واكتشفت مره ان هو كذب، يعني لو انت بتعاقب الطفل ده على الكذب يبقى انت كده مش عارف ان الطفل في السن ده الطبيعي ان هو احيانا يكذب، فانا اراعي قصه السن ده جدا. الحاجه الثانيه ان انا ابقى عارف ان انا العقاب اللي هختاره عقاب ينفع انفذه، بمعنى ودي حصلت فعليا هنا، يعني ام كان ابنها دايما بيأخر على المدرسه، فقالت له لو انت ما كنتش جاهز في خلال 10 دقايق عقابك ان انا هسيبك واروح اودي اخواتك المدرسه. الولد كان عنده في حدود 4 5 سنين، فهي بالفعل الولد ما كانش جاهز، ما عملش الحاجات اللي عليه، وخدت اخواته وطلعت العربيه. هي عارفه، انت عارف القوانين في انجلترا، هي لو سابت ولد عنده 4 5 سنين البوليس هيجي يقبض عليها يعني. فهي وصلت للعربيه مش عارفه تطبق العقاب، وبالتالي اضطرت ان هي ترجع البيت وتقول له طب خلاص البس وهاخدك معايا. وبالتالي وانا بحط عقاب معين للطفل او ان انا قررت ان هي ده هيبقى عقوبه اللي هو اتصرف بيه، ابقى عارف ان انا اقدر اطبقه عشان ما احطش نفسي في موقف يعني ما طبقوش، فالولد يعرف ان انا ايه بعد كده الكلام ده ملوش لازمه لان انت مش هتقدر تطبق. فدي نقطه تانية. النقطه الثالثه ان هي لازم يكون في الحال، زي ما قلنا كده طفل جه يعني قلنا له ان هو انت محتاج تخلص فرجة على التلفزيون الساعه 7 وحاولت معاه ومرضيش يسيب التلفزيون وفضل قاعد، وبعد شويه قدرت ان انا اخليه يقفل لك، احنا كنا متفقين ان هو لو ما خلصش في الوقت بتاعه اليوم اللي بعده هيكون العقاب بتاعه مثلا ان هو مش هيتفرج على التلفزيون اليوم اللي بعده بمقدار مثلا نص ساعه اقل. فاجي هو الطفل قعد ومرضيش يسمع الكلام، المفروض ان انا اقول له خلاص احنا كان في اتفاق بيننا لو ما تتفرجش على التلفزيون مفيش نص ساعه بكره، فبكره مفيش نص ساعه. مش ان انا اسيبها له وما اتكلمش وبعد 5 6 ايام اقول له فاكر الاسبوع اللي فات لما ما اتفرجتش على التلفزيون، المره دي بقى كان المفروض هيجيب لك هديه كده مش هتجيلك. ده غير مظبوط. المفروض ان انا ابلغه ان هيتم تطبيق العاقبه ولا العقاب اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي على طول، والحدث موجود عشان الطفل يستوعب ان هو ده نتيجه الفعل اللي هو فعله دلوقتي. حاجة تانية اتكلمنا عليها في موضوع القواعد ان هو ده يبقى ايه في استمرارية، مش مرة طبقه فالواد مثلا يصحى من النوم ينزل مثلا ياخد فطاره فهو قال مش هفطر، فاحنا كنا قايلين له مثلا لو مفيش فطار مش هتاخد الحاجة الحلوة اللي بتاخدها وانت رايح المدرسة.
فعملتها النهارده، يجي تاني يوم ما يعملهاش ويقول لو سمحت اديني الحاجه الحلوه زود باخدها المره دي. فانا كده بخلي الطفل يبقى متلخبط، انا احيانا بطبقه واحيانا ما بطبقوش. هنرجع لحلقه القواعد اللي كنا حطيناها، احنا بنتفق على عقاب معين بتكلم فيه مع الطفل، والطفل بيشاركني في ان انا بعمل العقاب ده وبطبقه باستمرار. فدي حاجات مهمه جدا ان احنا يعني نطبقها. في حاجه تانية افتكرتها دلوقتي، واحنا بندي كورس من الكورسات كان ام من الامهات قالت ان هي ابنها مثلا مرضيش يقعد يذاكر نص ساعه، فقالت له العقاب بتاعك انك مش هتلعب على الاكس بوكس بتاعك او على البلاي ستيشن لمده شهر. فده عقاب يعني، يا اما هتطبقيه فهيبقى يعني قمه في الظلم، هو لو ما ذاكرش نص ساعه فتحرميه من اللعب لمده شهر، او ان انت هتطبقيه مش هتقدري تطبقيه اصلا. فبرضه زي ما قلنا، وانا بقول العقاب اقول عقاب الهدف منه ان الطفل مش يدمر، الهدف منه ان الطفل يتعلم ان هو يبطل السلوك ده. حابب اسالك سؤال. اولا لما عم تقول انه انا والطفل اتفقنا انه عاقبه الامر هذا سوف تكون كذا، طب الاتفاق يعني اتفاق الطرفين. نعم. ماذا لو الطرف الاخر لم يتفق معي؟ قال لي انا لا انا مش موافق. ما خلص هو يذكر بالاخر، كل شوي حتقول لي اتفاق، لا انا مش موافق، فلم يكن اتفاقا. نتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ احنا خلينا الاول نقول ان احنا لما بنناقش مع طفل يعني قضيه معينه، احنا حاطين مفهوم ان الطفل بيفهم، فخلينا الاول نناقش معاه السلوك بنفسه. يعني بمعنى ان احنا مثلا لو انت المفروض ان انت عندك نص ساعه مذاكره مثلا، المفروض انك بتذاكر المذاكره دي عشان تجيب درجات كويسه في الامتحان، عشان تبقى مبسوط بيها. انا بفكر بس الاهل ان احنا الحاجات دي كلها بناء على ان احنا جربنا كل حاجه قبل كده، بما فيها مثلا اللي هي قاعده التحفيزيه وان انا الهدايا وحاجات زي كده وما نفعتش، وحطينا قاعده ان انت كل المطلوب منك نص ساعه، لو ما ذاكرتش النص ساعه انت مش شايف ان المذاكره دي حاجه مهمه. انا اتفق ان هي مهمه حتى لو هي غلسه، انا موافق ان هي غلسه لكن هي مهمه، فاحنا محتاجين نساعدك. فانت النص ساعه دي لما تذاكرها ليك انك هتلعب مثلا نص ساعه لعبه معينه انت بتحبها، ولو ما ذاكرتش النص ساعه مش هتلعب نص ساعه. الكونتراكت دلوقتي عادل. نفترض ان هو قال لي زي ما انت بتقول كده، لا انا مش عاجبني ان انا لو ما ذاكرتش ما العبش نص ساعه. من باب ان انا الحفاظ على العلاقه وان هي دي حاجه تربويه، ان انا اقول له انا موافق، لو انت ده مش عاجبك خلاص. ابدا انا بذكاء ادي له اختيارات معينه، انا ما عنديش مانع ان اي منها يكون عقاب لي، كلها انا موافق عليه، ادي له 3 4 واقول له خلاص عندك كذا او كذا او كذا، اختار انت يا سيدي انا مش هختار. هو هيختار، وبالتالي يبقى انا اديته احساس ان ده مش عقوبه، لا ده قانون بيتحط وليه توابع وليه عواقب، وانا شاركت كمان في عمل العواقب دي، وفي نفس الوقت انا طبقت حاجه انا شايف ان انا عايزها تطبق. دايما اختيار بدائل، اديله بدائل كتير وهو يختار منها واحده، من الحاجات الكويسه جدا في ان احنا لما نقعد نعمل القانون والعاقبه هتكون ايه. عجبني فكره انه عم تعطيه بدائل للعقاب، وذكرت من شوي انه أب أو الأم اللي بدهم ينطقون بعقاب قبل ما تنطق بالعقاب فكر إنه هذا حفيك تطبيه، لأنه لازم تطبيه، وإلا أنت مستقيتك عم تروح، وبالتالي الطفل عم بضيع إنه لا أنت كلمتك ما لها قيمة ما لها وزن يعني، فمش حياخد فيها. طب لكن هل تتصور إنه مثلا ربما من المفيد كبشكل عملي إنه تقعد مع الأب إنه تقول طب خلينا نحدد العواقب، عواقب الأمور والشدة تبعيتها، عملت شغلة مثلا ممكن اليوم متى نص ساعة مثلا بلاي ستيشن ما في، الليفل اللي بعده ساعة، الليفل اللي بعده يوم كامل، الليفل اللي بعده أسبوع مثلا، برأيك إنه هاي طريقة مثلا جيدة؟ هي في طريقة شبه كده بيستخدمها بعض الآباء وهي ثبتت إن هي فعالة في موضوع العواقب ده، إن أنت بتقول للطفل إن أنت لو عملت السلوك الفلاني ده سلوك مش كويس وهيكون ليه عاقبة، إيه رأيك تكتب لي أنت 4 5 حاجات نستخدم أي واحدة منهم لو السلوك ده حصل، وأقول له خلاص روح فكر براحتك وتعالى لي بورقة مكتوب فيها الحاجات. ودي طريقة، الميزة فيها ان هو معظم الولاد عندهم نوع من الصدق شوية، فهو بيكتب لك الحاجات اللي فعلا هتضايقه لو انت عاقبته بيها، وبالتالي بتساعده اكتر ان هو ما يعملش السلوك ده، فبيرجع لك بليستة فبتقوله خلاص انا هاخد مثلا 1 و2 و3، يبقى انت لو عملت السلوك الفلاني العقاب هيكون 1 من 3. على سبيل المثال مثلا واحد بيلعب بالالوان بتاعته وكل شوية يقعد يرسم لي على الحيطة، ولد من الاولاد انا عايزه يبطل السلوك ده وحاولت بطرق تانية ومش نافع فوصلت للقمه بتاع الهرم معاه، فاقول له خلاص المره اللي هتكتب بيها على الحيطه فكر لي ب3 حاجات. فتلاقي الاولاد نازلين بقى، نازلين لك بايه؟ يقول لك خلاص ان انا ما العبش بالالوان دي خالص لمده 3 ايام،
ان انا مش عارف المفروض ان انا ليا حاجه حلوه باخدها كل يوم بعد الغداء او كل كام يوم، مش هاخدها لمده مرتين. فهم بيجوا بافكار كده فيها ابتكار لعقاب اللي احنا قلنا عليه بقى يتناسب مع يعني الفعل اللي هم فعلوه، مش زينا احنا بنشطح شويه في انواع العقاب اللي هي حاجه تحسسه شويه بالضيق، لكن في يعني بطريقه تعليميه تخليه بعد كده يبطل يعني. نعم، جزاك الله خير. من طبيعة الأمر يعني إذا حدث أمر يستدعي وصلنا لمرحلة قمة الهرم مثل ما ذكرت، من الصعب الواحد يحافظ على هدوء بصراحة، وممكن يعني يطول الأمر يبالغ كما ذكرت في العقاب. ممكن تعطينا بعض الإكزامبلز، بعض الأمثلة كيف ممكن الواحد يحافظ على هدوء ويركز على الصورة الكبيرة، إذا بدك يرجع حتى يضل مكمل بنفس الهرم يعني التسلسل تبعه اللي ذكرنا سابقا. طيب هو ده حاجة بقى، ده دور الأب والأم إن هما يتدربوا. إحنا محتاجين نتدرب، لأن الطبيعي بتاعنا إيه؟ إن الطفل لما بيعمل مشكلة أول حاجة طب أنت متعاقب، طب ما فيش مش عارف إيه، طب أنت متعاقب، طب ما فيش، دي سهلة إن إحنا نقولها. اللي إحنا بنقوله لا، هي ما ينفعش تكون كده، دي هي محتاجة إن إحنا تكون اتناقشنا مع الولد من الأول ومتفقين ان السلوك الفلاني لو حصل هيكون نتيجته كذا، والولد شايف ان دي حاجه كويسه وانا شايف وارتضينا بيها. وبالتالي لما يحصل موقف الولد بيغلط غلط معين، انا مش محتاج ان انا اتعصب، لان ده بيفيد الولد. بمعنى اقول له ايه؟ بص انت عملت السلوك اللي احنا قلنا عليه، عملت الكذا اللي احنا قلنا عليه، واحنا متفقين لو عملت كذا يبقى هو كذا. فانا مش بألف قانون جديد، انا بس بفكر باللي اتفقنا عليه قبل كده باسلوب هادي، لان الهدوء ده بيخلي الطفل نفسه بيتقبل ده منك كانك يعني بترسي قاعده انت حطيتها، مش كانك بتنتقم منه لحاجه معينه هو عملها. فدي النقطه الاولانيه، ما تعاقبش بحاجه جديده لما الطفل يغلط، لا. لو ما كانش اللي انت لو الطفل عمل سلوك احنا متفقين على العقاب بتاعه بكل هدوء، فكره بالقاعده اللي احنا حطيناها. طب لو السلوك ده جديد وما كانش حصل قبل كده، ده اجابته في حاجتين. لو الطفل عمره ما عمل الموضوع ده قبل كده، يعني طفل مثلا على سبيل المثال مثلا خد فلوس، دخل خد فلوس ونزل اشترى حاجه وما قالكش ان هو خد فلوس، فانت اكتشفت ان في فلوس ضايعه، فقلت له كان في فلوس هنا، هو انت خدتها؟ فقال لك ايه. فلو انت قبل كده ناقشت القضيه دي معاه، يبقى من حقك تقول بص هو ده سلوك ما ينفعش، وانت كده كان المفروض مثلا ليك مصروف كذا، فانا هاخد الفلوس اللي انت خدتها. على حسب عمر الطفل طبعا، لو طفل انت عمرك ما ناقشت في حاجه زي كده، فتقول له لا ما ينفعش انك تاخد فلوس غير لما تقول لي او تقول لماما. وبالتالي انت بتعلمه ان انت بعد شويه لو ده حصل هيبقى في عقاب بقى، فنقعد نتفق على عقاب. الهدف من كده ايه؟ الطفل ما يتعاقبش على حاجه انت ما علمتوش الحاجه دي قبل كده ان هي غلط. وبالتالي انت الاول محتاج تعلمه وبعدين تطبق، وبعدين تحط القاعده، وبعدين لما السلوك يتكرر هفكره بالقاعده من غير ما اكون متعصب ولا بعلي صوتي ولا بشتم ولا بمد ايدي ولا الحاجات دي. جميل بصراحه، يعني اللي عم نقوله طبعا احنا في عندنا هرم، واذا ظهر امر جديد لازم نرجع من الهرم من اوله بالامر الجديد، ما نشمل الجديد بالقديم وناخذ عقاب واحد ويكون عقاب نحن متفقين عليه. كمان اللي انتبهت له اللي عم تقوله انه حتى العقاب هو فرصه تعلم جديده. بالضبط. يعني انه الطفل هلا بده ينتبه انه صار في عواقب امور، ونحن اوريدي مخططين للامر هيدا. مخططين اذا حدث امر في عواقب امور ومتفقين عليه شو عواقب الامور هدول، او اذا حدث الامر طارئ فهو بعده مشارك هو، فانت اعطينا امثله كطفل شو اللي ممكن نعاقب فيه مناسب لهذا الفعل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. حلقة ممتعة وشيقة، وتقريبا نحن وصلنا للنهاية. السبع حلقات اللي عملناهم بالجزء الأول عن تربية الأولاد، ما شاء الله أنا شخصيا استفدت منها، لمجرد أنه قاعد معك عم بسمع منك استفدت منها، وأدعو الله عز وجل أن ينفع بك وينفع بنا الجميع، وإن شاء الله تكون استفدتوا. في شيء تاني أخيرا تختم به، وإذا في كمان ممكن مرجع نورنا فيه ممكن الاهل يعودوا اليه ان شاء الله. بس المرجع ان شاء الله عندنا الحلقات دي، يعني كل ما ننسى نرجع نتفرج على الحلقات، لان هي فيها ملخص كتب كتيره بصراحه وكورسات كتيره. فان شاء الله كل ما ننسى، وده الطبيعي يعني، الانسان خلق سمي انسانا لنسيانه، فاحنا هننسى وهنرجع كل شويه نرجع للسلوك اللي كنا بنعمله والطريقه اللي كنا متعودين عليها. وده ميزه ان الاب والام يبقوا مع بعض، نفكر بعض ونرجع ونقول طب نتفرج على حلقه المدح تاني عشان نفكر نفسنا، حلقه التحفيز، حلقه اللعب، نرجع نتفرج ونطبق. كل شويه يحصل ايه؟ ان احنا ننشغل في امور الدنيا ونرجع للاسلوب القديم. فدي النقطه الاولانيه.
بالنسبة للمرجع اللي عندي بصراحة هو الكتاب ده اللي هو Incredible Years، ده بتاع كارولاين ستراتون، دي اللي هي من أمريكا، دي واحدة أخصائية نفسية للأطفال وهي اشتغلت 30 سنة وعملت الكتاب ده. احنا أخدنا جزء كبير جدا من الكلام اللي قلناه في الحلقات منه، بصراحة هو كتاب رائع، لكن هو باللغة الإنجليزية لو حد يعني قادر ممكن يقراها هيستفيد جدا. ما شاء الله تبارك تمام، الله، جزاك الله خير. وجزاك. والحاجة التانية إن احنا نفتكر دايما دايما إن لما يكون في مشكلة في البيت مع الولاد نرجع للقواعد الأساسية. هو أنا الفترة دي احنا انشغلنا شوية، بطلنا نقعد معاهم، بطلنا نتكلم ونسمع، واحنا بنلعب معاهم زي ما هو مطلوب. طيب انا بمدح الولد كتير كده زي ما انا المفروض كنا انا بمدحه على كل حاجه حلوه بيعملها، لو في سلوك معين ظهر السلوك ده بدا يتكرر، طب هل انا محتاج ان انا اعمل له الاستماره التحفيزيه دي واجيب له ادي له نجوم ودرجات عشان خاطر احفزه ان هو يتخطى الموضوع ده؟ هل في حاجه معينه الطفل بيعملها ممكن اتغاضى عنها؟ يا ريت كتير اتغاضى عن حاجات واتغافل عشان تعدي. طفل وصلنا معاه لدرجة حب وان هو بدأ يحكي في مشاكل، لما بيقول على المشكلة انا برد عليها ازاي، بتعامل معاها ازاي، بخليه ازاي يحس بالامان واوجهه زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طريق ازاي ان انا اساعده ان هو يتعامل مع المشاكل بتاعته. وفي النهاية خالص، هل في بعض الامور ان انا محتاج احط عواقب للسلوك السيء اللي انا حاولت معاه بحاجات كتيرة جدا وما ينفعش، ان انا استخدم بعض العواقب وارسيها واطبقها باستمرارية وبعقلانية، وان هو عاقبة يعني تناسب سن الطفل وتناسب خطأه وفي نفس الوقت مستمرة عليها، مش بعملها مرة ومرات لا، بدون ما تأثر على حب للطفل وابداء اهتمامي بيه ولعب معاه واهتمام بيه. وفي الاخر قبل وبعد وفي النص كل ده يعني الدعاء لربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا ينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم ذريه صالحه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين امامه، وزي ما قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي. اللهم امين. ربنا يا رب يمتع كل اب وام باولادهم ويساعدهم ويجعلهم ليهم قره عين ويجعل العمل ده مفيد باي شكل من الاشكال للاب والام. اللهم امين. جزاك الله خير يا دكتور. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احبك في الله، جزاك الله خير لهالمجهود الرائع، لاهتمامك وجهدك ومثابرتك لحتى ان شاء الله هالعمل هذا يتم. وأشكركم أحبائي ومتابعين الحلقات، وإن شاء الله نعود إليكم بسلسلة جديدة. لو حبيتوا أي شيء عملناه لو سمحتوا تذكروه، لو عندكم أي انتقاد بناء لو سمحتوا تذكروه لنا حتى إن شاء الله نتعلم نحن كمان ونعود إليكم بحلة أفضل وأجمل، وإن شاء الله بعلم ينفع الجميع في الدارين. إلى لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركوني الأجر على اليوتيوب، اضغط على سبسكرايب واضغط على الجرس، سجل إعجابك، شاركنا بتعليقك وشارك بمنشورات، وخلوا الخير إن شاء الله يعم على الجميع. جزاكم الله خير.